وغيرها علاقات وطيده تربط بلادنا بالجاره السنغال، تتعزز بزياره وزيره الصيد البحري والبنيه التحتيه البحريه والموانئ السنغاليه، حيث التقت نظيرها وزير الصيد والاقتصاد البحري، وتناولت المباحثات تجديد بروتوكول الصيد وتبادل الخبرات في مجالات الصيد القاري وزراعه الاحياء المائيه والرقابه البحريه. وزير الصيد والاقتصاد البحري مختار حسين لام اكد ان قطاع الصيد يعتبر اهم اوجه التعاون بين البلدين، منوها بالاتفاقيات والبروتوكولات الموقعه بين موريتانيا والسنغال، لذا يجب الحفاظ على الثروه السمكيه وضمان استدامتها، يقول الوزير، من اجل استغلالها على النحو الامثل. اما وزيره الصيد البحري والبنيه التحتيه البحريه والموانئ السنغاليه فاتو ديوف، فبينت ان هذه الزياره تهدف الى توطيد التعاون المشترك بين البلدين بتجديد بروتوكول اتفاقيه الصيد، ودعت الوزيره الفاعليه السنغاليين في مجال الصيد إلى احترام القوانين المعمول بها خاصة فيما يتعلق بمناطق الصيد. وتعتبر هذه الزيارة الأولى لوزيرة الصيد السنغالية بعد زيارة الرئيس السنغالي المنتخب باسير جوميفاي لبلادنا.